صوصي صوصي. لا هذا الشيء اللي الناس جيت ليسباس ديال بوطاكاز في لافاليز فجاه كتسمع الاكسبلوز باق باق شويه كتبان لك اللون اسود في السماء العافيه شويه بلا ما خذ المسافه ليسباس ديالو شويه تصدق خرج الامن الوطني والقوات الوقايه المدنيه لحد الساعه راه تغلبوا على الوضع الحالي مون ترونكي بخير الله اعلم الخسائر البشريه حاليا العلم لله راه هما براسهم تحد ما قال لحد الساعه دينا ليسباس ديالنا بعدنا على كواقي نفوسنا وصافي المهم الخسائر الماديه الاكستيريور تحد ما بقاش على برا المهم العلم لله الداخل الانتيريور الله اعلم اول مره ماشي اول مره اول مره معنا اخو واحد الانفجار وقع هنايا ملي جينا طلينا اخويا لقينا الشركه ديال الغاز كان كيسحاب لينا في الاول شي بوطه في شي عماره ولا شي حاجه من بعد لقينا الشركه هي اللي وقع فيها انفجار حنا راه تخلعنا صراحه حنا راه تخلعنا اخويا ما نكذبش عليك والله رد عزعاج بينا الله يسر وصافي المهم كنشكر الوقايه المدنيه قام بهذ المجهودات الجباره اخويا اخويا كان واحد الحريق مهول اخويا ما نقدرش نقول لك الساعه معاش حيت ديك الساعه راه الخلعه وليتي كتقلبها فين تهرب ما عارف شنو دير ما عارف ما عارف لا فين تهرب ما عارف فين تزيد ما عارف شنو اللي طرا هو ان جا واحد كان واحد الفويت فويت ديال الغاز هذا المشي كما غنعاود دابا عاوتاني هذه المره الرابعه وكنعيطوا للسلطات وكيجي وكيدوروا بالدويره كيفيلبي وبحال هكا كيعيطوا للمسؤولين كيقول لك لا راه فويت عادي ما كاينش غير واحد السيرنه كانت مصديه خارج منها الغاز وكيمشيو عاوتاني كيقول لك وهما مالهم هذوك السيرنات بلان عامرين هذوك السيرنات فيهم واحد راه قال لي فيها 3 طون ديال الغاز وحده اللي بدات الاولى يعني وحده فيها 3 طون والاخرى واحد حاجه شديك اللي فيها 3 طون راه ماشي مشكل راه الخاويه اللي شديك تفرقعي على تفرقعات هذيك راه خاويه لان الخاويه هي في كاين المشكل وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.